الفنان حمزة العيني ممثل مصري شاب تألق في العديد من الأفلام والمسلسلات وبدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح. لاقى أداء الفنان حمزة من خلال الأدوار المختلفة إعجاباً كبيراً من قبل الجماهير، وحاز على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل صاعد. حبيبتي إحنا سايبينك في حياتك بمزاجنا، لكن ممكن بسهولة ندمرها لك. تعالي عشان المايسترو عايزنا في عملية مش هتقل عن 200 مليون لكل واحد فينا. لقد استطاع حمزة العيلي أن يثبت وجوده كفنان صاحب موهبة كبيرة، وذلك بناء على أدواره على خشبة المسرح والعديد من المسلسلات والأفلام. ياض، الفيلم اللي عندنا أحلى بكتير، يلا. وبعد ذلك توالى ظهور حمزة في مسلسلات عديدة ليرسخ وجوده كفنان مبدع، ومن التجارب اللافتة للنظر في موسم دراما رمضان 2023 وصاحبة نصيب كبير من النجاح النقدي والجماهيري الكبير ظهور الممثل حمزة العيلي في مسلسل رسالة الإمام، فهو من تركيبة الممثلين الذين لا توجد تقاطعات بين دور وآخر يقدمه. وها هم الجند تحت إمرتك وإمرة الأمير وأبي الأمير الوالي بأمر الخليفة أطال الله عمره. حضور حمزة العيلي القوي في دراما رمضان تخلل ظهور ضيف شرف في مسلسل الكبير أوي كان مفاجئ للجمهور بشخصية الطبيب المهندس بروفيسير شرشابي، معتمدا على نبرة صوت غريبة وتفاصيل شكلية أقرب إلى الشخصيات الكاريكاتورية. العربية سخنة، أنا مش قايل لك حط لها البوسة دولفين في الشكمان وغطيها لحد الصبح، بكرة الصبح تدورها هتلاقي الصدر مش أخلي، تغلي ورقة جوافة وتحط في الريداتير، دور لو كحكحت لقاها البندكر على غير الزيت. الله الله، استغفر الله. تلك النوعية من الأدوار التي تتطلب حرفية تامة. كان المفروض تحط في التركيبة دي شيري توميتو، يكبر تحط له طماطم، تعرضه كابوتشي. ايه يا ربيع، نسيت المنهج.